بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالباتي في الصف العاشر، يسعدني أن ألتقيكم اليوم في درس الفيزياء بعنوان السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية. يتوقع منك في نهاية هذه الحصة أن أولا تعرفي السرعة المتوسطة، ثانيا تستنتج القانون الرياضي للسرعة المتوسطة وتحل مسائل متعددة عليه، ثالثا تعرفي السرعة اللحظية. بداية للتوصل بالسرعة المتوسطة، سبق أن درست في صفوف المرحلة الإعدادية أن السرعة المتوسطة مفهومها هو المعدل الزمني للإزاحة الكلية، يعني زمن وإزاحة، أو بعبارة أخرى الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن اللازم لقطعها في إزاحة تحركها الجسم خلال زمن معين، فأقسم الإزاحة الكلية على الزمن يعطيني السرعة المتوسطة. طبعا السرعة المتوسطة من حيث الكميات هي كمية فيزيائية متجهة يعبر عنها بمقدار ووحدة قياس واتجاه. القانون الرياضي لحسابها السرعة المتوسطة تساوي التغير في الإزاحة على التغير في الزمن. طبعا دلتا معناها التغير، يعني الإزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. إذا القانون الرياضي للسرعة المتوسطة دلتا فا على دلتا زين ويساوي فا 2 ناقص فا 1 على زين 2 ناقص زين 1. بالتأكيد وحدة قياسها هي وحدة إزاحة على وحدة زمن، إذا متر لكل ثانية. طبعا اتفقنا إنها كمية متجهة، اتجاهها يكون هو نفس اتجاه الإزاحة. في عندنا مثال على هذا الكلام، مثال 3 صفحة 29. طبعا المثال يقول: تخرج نملة من مسكنها الذي إحداثياته ألف 5.0 سم عند الثانية 3. طبعا هي النملة بدأت حركتها من نقطة ألف، هذه النقطة إحداثياتها 5.0 والزمن كان عندها 3 ثانية. فتصل للنقطة باء التي إحداثياتها 10.0 شرقا، تتحرك شرقا للنقطة باء. هذه النقطة إحداثياتها 10.0، الإحداثيات 10.0 لهذه النقطة، النقطة باء، والزمن إن هذه النقطة كان 8 ثانية. ثم تعود بالاتجاه المعاكس إلى النقطة جيم التي إحداثياتها 8.0، يعني بعد ما وصلت النقطة باء رجعت في الاتجاه المعاكس إلى نقطة جيم. طبعا هذه النقطة إحداثياتها معطيني إياها 8.0، والزمن عند هذه النقطة كان 10 ثانية. لتجد وجبتها المفضلة من السكر، احسبي ألف السرعة المتوسطة للنملة في رحلتها الأولى من ألف إلى باء. بتحسب السرعة المتوسطة خلال الرحلة الأولى من ألف إلى باء. ثانياً السرعة المتوسطة للنملة من رحلتها أو في رحلتها الثانية من باء إلى جيم. طبعاً حكتب قانون السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة زي ما حكينا هي التغير في الإزاحة على التغير في الزمن دلتا فا. طبعاً الإزاحة هي كمية متجهة على دلتا زين. أنا بدي أحسب السرعة المتوسطة من ألف إلى باء. يبقى أنا رحت من ألف إلى باء، إحنا اتفقنا إنه الإزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. هاج الإزاحة النهائية اللي هي باء 10. النقطة ألف الإزاحة الابتدائية 5. الزمن النهائي 8.
الزمن الابتدائي 3. هعمل عملية طرح 10 ناقص 5 5 5 8 ناقص 3 5 إذا 5 على 5 1. طبعا الوحدة حسب السؤال وحدة السنتي لكل ثانية في اتجاه طبعا الشرق. هذا هو المطلوب الأول. بالنسبة للمطلوب الثاني هحسب السرعة المتوسطة للنملة خلال رحلتها من باء إلى جيم. هكتب القانون مرة أخرى، السرعة المتوسطة هي التغير في الإزاحة على التغير في الزمن، أي إزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. طبعا النملة انتهت عند النقطة جيم، النقطة جيم إزاحتها 8، النقطة باء إزاحتها 10 على زمن النقطة جيم 10، زمن النقطة باء 8، 8 ناقص 10 سالب 2 على 2، طبعا هيصير الإجابة سالب 1 سنتي لكل ثانية. احنا عارفين إنه السالب في الكمية المتجهة معناها عكس الاتجاه، النملة كانت تتحرك في اتجاه الشرق لكن رجعت الجول يبقى السرعة المتوسطة من باء إلى جيم معناها 1 سنتي لكل ثانية غربا، هي معنى الإشارة السالبة. هعكس انا الاتجاه، اذا السرعه من باء الى جيم 1 سم لكل ثانيه غربا. بتمنى مثال السرعه المتوسطه يكون واضح، طبعا هيك بتقدر تحسبي اي سرعه متوسطه من خلال القانون الرياضي دلتا فا على دلتا زد. نيجي لمفهوم المفهوم الثاني معانا في هذه الحصه اللي هو السرعه اللحظيه. طبعا مفهوم السرعه اللحظيه هو سرعه الجسم عند لحظه زمنيه معينه. ايش معنى كلمة لحظة زمنية معينة؟ يعني عند زمن محدد، يعني عند الساعة الثانية، عند الدقيقة الرابعة، فيش عندي فترة زمن من كذا إلى كذا، لا، عند لحظة زمنية معينة، عند وقت محدد فقط، لحظة زمنية محددة فقط وليس فترة زمنية. في مجموعة من الملاحظات الهامة يجب أخذها في الاعتبار لحساب السرعة اللحظية. الملاحظة الأولى تتساوى السرعة المتوسطة مع السرعة اللحظية عندما تؤول الفترة الزمنية إلى الصفر. إحنا حكينا إن السرعة المتوسطة هي المعدل الزمني للإزاحة أو إزاحة كلية مقسومة على زمن كلي، يعني في السرعة المتوسطة كان يكون عندي فترة إزاحة وفترة زمن، لكن في السرعة اللحظية أنا عندي الفترة الزمنية تتناقص 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 حتى تصبح لحظة واحدة زمن واحد. يعني زي ما قلت لك السرعة المتوسطة أطلب منك تحسب السرعة المتوسطة مثلا من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الرابعة، من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة، لكن في السرعة اللحظية الفترة الزمنية هذه تتناقص حتى تصبح كأنها صفر. إيش معنى تؤول الفترة الزمنية إلى صفر؟ يعني يصبح الزمن لحظة، يعني بقول لك احسب السرعة عندما كان الزمن واحد دقيقة، احسب السرعة عند الثانية الخامسة، إذا ما فيش فترة زمنية في السرعة اللحظية، عندي لحظة زمنية واحدة. الملاحظة الثانية السرعة تساوي السرعة اللحظية، طبعا يمكن حساب السرعة اللحظية من خلال ميل المماس من المنحنى فازين عند لحظة معينة، طبعا رياضيا تساوي ظل الزاوية اللي مقابل على المجاور. طبعا لو اطلعتي على الرسم الموجود امامك هو رسم بياني للسرعة المتوسطة، عندي على محور الصادات موضع، على محور الاستناد زمن، طبعا في عندي قيم للازاحه او الموضع، قيم للزمن، في عندي رسم منحنى اللي هو باللون الاحمر بيمثل السرعه المتوسطه. لو اخذت مثال عشان اقرب لك المفهوم، قلت لك السرعه المتوسطه بدي احسبها خلال الفتره الزمنيه 10 الى 40 ثانيه. طبعا من الرسم البياني اللي هعمله هقول انا السرعه المتوسطه هي دلتا فا على دلتا زين. يعني لازم يكون عندي في فترة إزاحة وفترة زمن، هو جاي لي فترة الزمن من 10 إلى 40 ثانية،
بدي اجيب فتره الازاحه المقابله لهذه الفتره الزمنيه من الرسم البياني. طبعا حنقول عندي العشرة ثانيه اطلع على الرسم البياني اجيب القيمه، حلاقيها 10 متر. يعني عندي العشرة ثانيه كانت ازاحه 10 متر. لما كان الزمن 40 ثانيه من الرسم البياني طبعا حلاقي الازاحه 170 متر، فحعوض في القانون حقول 170 ناقص 10 على الزمن اللي هو 40 ناقص 10 160 على 30 هيطلع تقريبا 5.3 متر لكل ثانية. هذه السرعة المتوسطة. احنا قلنا ان السرعة اللحظية معناها ان الفترة الزمنية تؤول الى الصفر، يعني لو طلبت منك تحسبي السرعة اللحظية عند الزمن 25 ثانية، لاحظي انه كل انا ما قللت فترة الزمن كل ما فترة الإزاحة فترة الزمن هتقل. لما أقول عندي 25 ثانية زي ما أنت بتلاحظي الفترة الزمنية صارت إيش؟ نقطة لحظة، اللي هي النقطة هذه فقط. فهذه بسميها سرعة لحظية، صارت فيها الفترة الزمنية اقتربت جدا من الصفر، يعني صارت عبارة عن لحظة زمنية واحدة اللي هي 25 ثانية كمثال. قلت لك أنا تحسب من ميل المماس، طبعا هي نقطة جيم، أعمل مماس إلها بالمسطرة الموجود، طبعا المماس المرسوم باللون الأزرق. رياضيا بحسبه ظل الزاويه اللي هي مقابل على المجاوره، كيف حعمله؟ حكمل رسم المثلث القائم الزاويه بهذا الشكل. من هذا المثلث القائم الزاويه هحسب ميل المماس اللي هو ممثل السرعه اللحظيه، يبقى ميل المماس يساوي السرعه اللحظيه بيانيا طبعا يساوي ظل الزاوية. طبعا هجيب الظل المقابل على المجاور، المقابل طبعا هحسب قيمته هتكون تقريبا 55، المجاور هذا اللي هو من 35 ل 15 هيكون 20. إذا السرعة اللحظية تساوي 55 على 20 يعني تقريبا 2.25 2.8 أو 7 تقريبا متر لكل ثانية. هيك بكون أنا حسبت السرعة اللحظية بيانيا من ميل المماس. في نهاية الحصة بتمنى يكون مفهوم السرعة المتوسطة واضح، مفهوم السرعة اللحظية واضح. في نشاط بيتي يا ريت تحليه وتسلميه على الصف الافتراضي، هو نشاط 5 صفحة 28 دراسة الشكل 3-2 صفحة 30 وفكر صفحة 30. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.